طبعا دلوقتي في تقنيات AI او ذكاء اصطناعي بقت موجوده في معظم المجالات، وفي كمان بنلاقيها بقينا بنستخدمها بشكل يومي في حياتنا الطبيعيه. طبعا في تطبيقات الكترونيه، محركات بحث، وتطبيقات مختلفه كتير للاي اي. ده حقيقي جدا. يعني كلمه الذكاء الاصطناعي ربما مرتبطه بحاجات كتير، مرتبطه بالمستقبل، مرتبطه بان هي هتقضي على فرص عمل كتير، ناس بتتكلم في كده، مرتبطه بتخوف من مستقبل البشريه، ومرتبطه ايضا بتقدم في مجالات كتير جدا. ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نتكلم بالتفاصيل اكتر مع المهندس رامي الضماطي، خبير واستشاري تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا من الاردن. يسعد صباحكم جميعا. اهلا بحضرتك. اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاكثر استخداما قبل ما نفسر يعني تخوفات البشريه، يعني ايه اهم هذه التطبيقات الموجوده او الاكثر شيوعا حتى الان؟ تمام. في 2023 صار في طفره زي ما بتعرفوا على موضوع التطبيقات، منها الذكاء التصنيعي او التوليدي بسموه، اللي هو زي الشات جي بي تي مثلا اللي اصدرته شركه الاوبن اي اي، كان عليه عدد زيارات تقريبا اكثر من 14 مليون زياره خلال 14 مليار زياره تقريبا. في برامج مثل الميد جيرني مثلا او الكاب كات فيها، اللي بتستخدم برضه تقنيات الذكاء الاصطناعي لاصدار الصور اللي هي العاليه الجوده، اللي بتسهل عملية توصيل المعلومة من خلال أوامر، وهو بيعطيك الصورة أو توليد الفيديو أو توليد الصورة اللي بيحتاجها. هاي كان عليها أكثر من تقريبا نص مليار زيارة بشكل مستمر، إلى أكثر من حوالي يمكن نحكي مليارات الزيارات. في عنا برامج كثيرة بتستخدم برضو في إنشاء المحتوى، معالجة الصور فيها. في عندك يعني زي يعني برامج الدردشة اللي هي التشات بوتس، فيها الهانج فري، الهانج فيس مثلا، هاي لمعالجه البيانات واصدار. طب ما دام بنتكلم في معالجه بيانات دكتور، ليه الناس خايفه؟ ايه المخاوف اللي موجوده من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والناس قلقانه ليه؟ حضرتك شايف القلق ده اصلا ليه الناس قلقانه، وهل هو في محله ولا لا؟ تمام. هسه هو الخوف من المجهول، يعني دائما الناس بتخاف من شيء مجهول، يعني مش عارفه هي حيوصل الذكاء الاصطناعي لوين. في مجموعه من الاسباب طبعا، فيها زي ما ذكرت انت في التقرير انه مثلا الوظائف، في ناس بتقول لك انها حتاخذ وظائف ناس كثيره زي مثلا الفيديو اديتورز، السكريبت رايترز، وغيرها من الوظائف اللي ممكن تكون مهدده. لكن احنا بنقول دائما انه الذكاء الاصطناعي لما بيجي اكيد راح يلغي بعض الوظائف، لكن هو راح يجدد ويعطي او ينشئ وظائف جديده كمان. هيستحدث اكيد. ده واحد من الاسباب، هيستحدث. نعم. ده واحد من الاسباب خوف الناس. السبب الثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي، احنا بنعرف ان هو يعني يتعلم بشكل آلي، يعني يتعلم لوحده. بياخذ مجموعه من البيانات، يعتمد على البيانات ويبدا يتطور ويتعلم. وفي ناس بتقول لك انه ممكن يوصل لمرحله يحكم الانسان او انه يتحكم في قرارات الانسان. هون احنا بنحكي على انه هل ده وارد يا دكتور؟ هو مبني، هل ده وارد؟ هو الذكاء الاصطناعي مبني بناء على معلومات يعطى لها من خلال الانسان، يعني الانسان هو اللي بنى الذكاء الاصطناعي. نعم. اذا احنا اعطينا الذكاء الاصطناعي بيانات مغلوطه او وجهناه بطريقه مفتوحه، يعني ما في حدود له، ممكن يوصل لهي المرحله. لكن احنا بنحكي على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحدود اللي لازم احنا نحدد له اياها، انه ده الماكسيمم تبعك اللي ممكن توصل له. هنا ممكن احنا يعني نوقف او نوقف هاي المخاوف بشكل كبير. طيب دكتور، يعني في سمعنا عن تطبيقات ايضا في مجال الطب، في مجال تحديد الامراض، يعني شخص مريض بحاجه بيدي او بيدخل بيانات من الأشعة اللي عملها أو من التحاليل اللي عملها، وبيوصف كتابة وبيجي له توصيف كامل كأنك قاعد مع طبيب. الكلام ده مش طبيب بيكلمه من الناحية التانية، الكلام ده برنامج. الكلام ده حقيقي يا دكتور؟ ومستقبله إيه وتأثيره أيضا على أطباء العالم؟ طيب، تأثير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وخصوصا موضوع التشخيص، في خوارزميات التعلم الآلي اللي هي الأوتوميشن تبعها، المشين ليرنينج تبعها، بتحلل صور طبيه معينه او معلومات معينه انت بتعطيها، فبدا يتنبأ بالامراض بناء على البيانات والمعلومات اللي موجوده عنده.
وبيساعده انه يبني خطه علاج شخصيه معينه لهذا الشيء. طبعا هذا اكيد بتسرع عمليات التشخيص، بتساعد تكون دقه اكثر، لكن اكيد احنا ما بنقدر نستغني عن الرعايه الصحيه من الدكاتره الاصليين، لانه هم يعني انت ما بتعرف طبيعه المعلومات اللي تم تزويد الذكاء الاصطناعي فيها. فبالتالي انت ممكن تستخدمه للكشف المبكر مثلا، اللي هي البريدكشنز، للمشوره الطبيه مثلا الشخصيه بشكل عام، للشغلات البسيطه، لكن الشغلات الدقيقه مثلا لا، تحتاج انك ترجع فيها للدكتور المشخص. وبرضه هو بيقدر يتنبأ بالامراض من المستقبل، انه مثلا في عندي انا مجموعه من العوامل صحيح موجوده في منطقه معينه في دوله، مثلا تلوث، صحيح مثلا نسبه تدخين عاليه، توصل انه ممكن احنا بعد 5 6 سنوات 10 سنوات انه يصير مجموعه من هاي الامراض في هاي المنطقه مثلا. شكرا لك يا باشمهندس. وبالتاكيد يعني الذكاء الاصطناعي زي ما بيقولوا كده، الانسان عدو ما يجهله، يعني هو اكيد هيقدم للبشريه خدمات كثيره جدا، ولكن هناك تخوفات كثيره جدا بشان هذا الذكاء الاصطناعي. شكرا لك يا باشمهندس.